انا اليوم جاي احكيكم جد، غير كل السناب شات والانستا ستوريز اللي عم تشوفوها، لاول مره قصي بده يحكي بجديه، فركزوا معي. تخرجت من الجامعه باتشلرز او ماسترز، وبس تخرجت حسيت انه ما في الا لازمه وحاططها بالدرج. انا عندي ثلاثه. تركت اهلك بيوم من الايام لتتغرب او لتشتغل على شيء وهن في عندك فاميلي بزنس، وتركته انت وبعدت عنه، بلشت شيء لحالك بطريق ما بحياتك تتصور انه وين اخره ولا وين اوله. انا عملت هالشيء. قصي رسب وعاد الصف الثامن. قصي اضطر يغير مدارس. قصي خسر سنوات من الجامعه. قصي عمل اكثر من بزنس وفشل فيهم. لكن اليوم انا مش نفس قصي اللي كان.